ثمانية أشهر تفصلنا عن الثامن من أيار 2022، التاريخ الذي حددته وزارة الداخلية والبلديات موعداً للانتخابات النيابية العامة وفق سلسلة تواريخ أخرى بمثابة خريطة طريق لهذا الاستحقاق الانتخابي، تبدأ بآخر مهلة لتسجيل الناخبين غير المقيمين في 20 من تشرين الثاني 2021، مروراً بإعلان القوائم الانتخابية في السفارات والقنصليات وعند المختارين والمحافظات على حد سواء وتصحيحها، إضافة إلى دعوة الهيئات الناخبة في 7 من شباط المقبل، وانتهاء بآخر مهلة لتسجيل لوائح المرشحين في 29 من آذار 2022. لا تملك وزارة الداخلية أجوبة عن حتمية إجراء هذا الاستحقاق الانتخابي، لكنها ترفع عن كاهلها مهمة إدارية تقنية سوف تصطدم بالقرار السياسي. فهذه الإجراءات التقنية سوف تستلزم جلسة لمجلس الوزراء لإصدار المراسيم وتعيين الهيئة المشرفة على الانتخابات. أما القرار الأبرز فيعود إلى رئيس الجمهورية الذي سيوقع على مرسوم الدعوة إلى الانتخابات، وهو لم يفعل ذلك في الانتخابات الفرعية، رغم أنه سبق أن أكد خلال استقباله إلينا فالنسيانو الرئيسة السابقة لبعثة الاتحاد الأوروبي التي تولت مراقبة الانتخابات النيابية عام 2018 أن الانتخابات النيابية ستجري في موعدها خلال ربيع 2022، فهل يبقى على موقفه؟ وفي حال لم يوقع الرئيس، فعندئذ ندخل في مرحلة نفادي المهل، وهنا تبدأ مخاطر التمديد. حتما ستجرى الانتخابات النيابية بموعدها، وذلك لعدة أسباب. السبب الأول الضغط الخارجي، الضغط الدولي. السبب الثاني الضغط الداخلي. السبب الثالث بعض الأحزاب الممثلة اليوم مجلس النواب يلي طالبت بإجراء انتخابات نيابية مبكرة. والسبب الرابع والأهم من الصعوبة حصول النصاب في الموعد المحدد للتمديد للمجلس النيابي. اليوم الظروف مسهلة وما في مشكلة أنها تنعمل الانتخابات إلا لا سمح الله إذا حصل شي حادث أمني كبير قبل مدة بسيطة من موعد الانتخابات، يمكن عندها تأجيل هذه الانتخابات. المغتربون أو المنتشرون في الدول الغربية والعربية سيحظون هم أيضا بالمشاركة وإبداء رأيهم وفق التواريخ التالية. وزارة الداخلية مثل ما أنا عرفت حضرت وجهزت حالها وصارت هلأ ناطرة صدور المراسيم لدعوة الهيئات الناخبة. حددت بنهار الأحد ب 24 نيسان انتخابات المغتربين في الدول الغربية، دول برا الأجنبية، ونهار الجمعة ب 29 نيسان انتخابات المغتربين بالدول العربية، والأحد ب 8 أيار الانتخابات العامة بلبنان. مثل ما قلت يبقى صدور المراسيم يلي بده يوقعها وزير الداخلية، وزير المالية، رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية. هلا وزارة الداخلية ستتقدم بمشروع قانون تتعلق الموضوع المادي 122 من قانون الانتخابات، قانون 44، يلي بتقول انه مفروض يكون في ست مقاعد اضافية جديدة. تسعى وزارة الداخلية الى الغاء في 21 من أيار 2022. تنتهي ولاية مجلس النواب الحالي بعد 4 سنوات من عمره وشغور 11 مقعدا من مقاعده، ما يستوجب حكما ووفق الآلية المتبعة الدعوة إلى الانتخابات النيابية العامة وفق القانون المعتمد وإجراءها خلال 2 شهر من انتهاء ولاية المجلس، على أن تجري الدعوة إليها بمرسوم قبل 90 يوما من الموعد المقرر للانتخابات، علما أن دعوة الهيئات الناخبة تجري وفق مرسوم عادي وليس وفق مرسوم في مجلس الوزراء، وبالتالي فإن اجتماع الحكومة لدعوة الهيئات الناخبة ليس مطلوبا. دارين دعبوس، قناة الجديد.